أطلقت منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية منصة تفاعلية تعريفية بخدماتها وإحصائياتها الشهرية. تم إعداد هذه المنصة بشكل مبسط يسهل فيه على المستخدم الوصول إلى المعلومات اللازمة حول ما يهمه في برامج المنظمة مع إبراز أهميتها بشكل مباشر عبر مخططات بيانية دقيقة. كما أن المنصة تتيح للمستخدم الوصول إلى موقع المنظمة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وتصفح المواد الإعلامية والتفاعل معها. أما عن أقسامها فتتضمن بداية الغلاف ومن ثم الفهرس ومن ثم قسم حول المنظمة وأعمالها في سوريا. أما عن أقسام البرامج فتتضمن بداية برنامج الصحة، برنامج التغذية، برنامج المياه والإصحاح البيئي والمأوى، برنامج الأمن الغذائي، برنامج الحماية. أما عن القسم الأخير فهو حول أعمال المنظمة وإحصائياتها في اليمن. سيتم تحديث هذه المنصة لجميع خدمات منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية في الدول التي ستشملها في نطاق خدماتها في المستقبل. الآن أصبح بإمكانكم متابعة أعمالنا وإحصائياتنا عبر المنصة شهرياً. يدا بيد للإغاثة والتنمية، حفظ الحياة، بناء المستقبل.